السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم كملنا المحميه الجديده، شاهدوا المقطع على خير وشوفوا شلون اشتغلنا بيها وشنو سويناها وشنو خلينا بيها. شاهدوا المقطع على خير. وان التهيت بالمحميه الجديده اشتغل بيها، وما سويت لكم الفيديو مات القرعه عن الكناري، وان شاء الله بالفيديو الجاي راح ينزل قرعه على الكناري. شوفوا كملنا المحمية والتهينا بيها، شاهد المقطع الأخير. وهاي يا اخوان جبت السقيفة، يعني أربعة جبتهن، أربعة إن شاء الله راح أبدي بشغل المحمية هاي. اخوان انت راح تقول محمود ترى هذا حار، اي صحيح حار حار، بس أحسن من السندويش. السندويش غالي شباب، هذا رخيص، صح لو لا؟ فالمهم نخلي ذا نجيب هاي الباريات، سعف، فلين، شو تقولون انتم؟ عادي عادي، هات صح تقولون هسه هذا حار وحار، صحيح حار، بس سندويش غالي، يعني أربعة بأربعة حسبتها يطلع بال 700 ب 650، مو؟ هي كبيرة صح كبيرة، وهذني أربعة جبتهم شوفون فيت عليهم، وإن شاء الله راح نبدي بالشغل مالتها، وقلت لكم أنا نخلي فوقاتها سعف باريات، لا شايفينها الباريات ذني مال ما ادري وين يحلون هاي القصب. المهم وان شاء الله نبدي بيها، نبلش نسوي بدايه السقيفه مالتي. شاهدونا هاي يا ولد. شوفوا كملنا الفوق، الهيكل الفوق كملناه، يبقى شنو؟ بس التشينكو نخليه فوقه. تابعونا شوفوا.
يا اخوان كملنا السقيفة السقف كله كملناه. هاي شوفوا شنو رأيكم بي؟ شوف حتى هذن. هاي شباب شوفوا هاي خليتها هوائية راح ادقها هوائية هاي بس تورى دقة. وهاي شنو رأيكم اسدها؟ مو احسن اسدها هاي؟ هي راح اسدها مثل هاي شوف هسه هاي سديتها هاي كلها سديتها شوفوا هاي قلت اسدها وياها هاي ظل هوائية ما خليتها بالسقف خليتها هنا صفح خلنا اسدها خلنا اسدها وارجع لكم لحظة سدينا هذا المين شوفوا هاي هوائية خليناها هاي سديناها بالمشبك شنو رأيكم شباب ترى كبيرة صارت عاشت ايدي مو هسه خلنا نسد هاي الهوسة اللي هنا وارجع لكم كملت هاي بقى الشغلة عليكم هاي اسدها عن ذكن الطيور لو اخليها مفتوحه اكتبوا لي بالتعليقات على مود هاي راح انتظركم ما راح اسدها انا لو تقولوا لي سدها اسدها خليها اخليها حلوه هيك شنو رايكم شوفوا ليش المحميه الثانيه وهاي يا ولدي شوفوا هسه راح احط هاي الخطه واخلي بيها الحافه كلها اسد الحافه كلها داير مدوار المحميه داير مدوار المحميه اسدها وهناك ما اقدر اسدها من ورا شوفوا ومن هنا راح اسدها من جوا بس هاي اسدها من جوا هاي من هناك وين بزونه امشي من هنا هاي شوفوا كملتها هاي كلها كملتها داير ما دوره سويت خطة هاي شوف تشيس وهاي قلت لكم بس من جوا كملتها يعني من هناك من برا ما اقدر هاي كملت شوف هنا ما شاء الله الحشيش الاصطناعي الاخضر شوفوا هذا جبته على قياس هذا كلش بالضبط راح اشتغل هنا هذا كله افره داير ما داير بس يصير شيء حلو يعني مرتب وندق البقالات هم تفتر يلا يلا خلني ندق الحشيش الاصطناعي وارجع لكم لحظه لحظه تاني. بس اخلي الوجه يظل وهذا الباقه كله اسده يلا خلينا نشتغل وراويكم هسه شو راح ما شاء الله ما شاء الله هسه كملنا الثيل شنو بعد رايد اني كهربائيات ان شاء الله راح اكمل كهربائيات وشدهن وارجع لكم شوفوا الشكل شلون صار هاي ضبطناها بالكامل ثبتناها كلش ضبطناها بالكامل وهسه قلت لكم انا اعطوني رايكم بهاي
اسدها لو اخليها، هاي هواية خليت بالله فوق، بس هاي اسدها لو اخليها. راح تاني التعليقات. يا وليد جبت الكهربائيات، يلا خلنا نشيدها، خلنا نشيدها ونرجع لكم لحظة ثانية. قاعد اشتغل بالكهربائيات، شو قاعد اربط الكهربائيات. هاي الشمعات هنا اثنين، وهذا غلوب، وهاي شمعات اثنين. هذا غلوب نطفي ذي الشمعات، اخلي بس هذا مشتغل صغير. خلنا اكمل وشغل النارة وراويكم اياها، تابعوني. كملنا الكهربائيات، نقول بسم الله ونشغل اول نقطة. اللهم صل على محمد وآل محمد، ونشغل هذني ونشغل. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي يا اخوان كملنا المحمية، انطوني رأيكم به. شو وهذا المياه شلوني؟ ما شاء الله. خليت العش مال يا كريمي، العفو مال الملكي. وهاي اول بقالة طبي محمية، ما شاء الله. شو رأيكم بهاي اللوحة؟ عاشت ايدي مو؟ رحم الله والديكم، ما قصرتي والله، عاشت ايدي. ورأيكم بهاي الوردة؟ هاي بقيتها من الحجية، مو تحجون زين؟ لا حد يحجي، بقيتها وبقيتها عادي عادي ترى. هاي اخوان بقت هاي حلوة ترى، شو تقولون؟ دون نشيلها نلغيها من هنا. شو انا ابو شو انا هذي قاعد بقالة، خليها هيك. اخوان شوف الملكي باع، باع الملكي وين لمعش وبيضا. شوف بهاي، شوف انا راح انقلها هناك هسه واخذ بيضتها واخليها بالعش مالتهم. يعني العش مالته اللي هناك كان شفته هنا خليته، والله خلينا نجرب ونودين هناك ونخلي البيضه مالتهم بالعش. بركة الله نجرب، شو تقولون؟ يلا خلينا نجرب والله. يلا تعال اخوان، اول طور طبا بالمحميه الجديده. ما شاء الله ما شاء الله. خلينا نجيب فرخاتهن ونجيب البيضة اللي بيضتها، راويتكم اياها. نجيبها ونجيكم لحظة. هاي اخوان جبنا البيضة، شوفوا خليناها هنا بعيش اللي كان بذاك المحمية ذيك. هاي الفرخات جبناهن، هاي الثانية. بركة الله نام على البيض. خلينا نشوف. الى هنا وصلنا لنهايه الفيديو، لا تنسون الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس. شكرا جزيلا، وياكم محمود من قناه محمود لعالم الطيور. شكرا جزيلا.